الطيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018 ولا يزال طيران العدو الروسي في الأجواء. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018 ولا يزال طيران العدو الروسي في الأجواء. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018 ولا يزال طيران العدو الروسي في الأجواء. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة. طيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018 الطيران الحرب الروسي يقصف قرية الزكاة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/3/2018